تحل الذكرى 12 لما يسميها التونسيون بثورة الياسمين في 14 من كانون الثاني، ذكرى رحيل وفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويرى التونسيون في ذلك اليوم رمزا لانتصار الإرادة الشعبية ضد الاستبداد والديكتاتورية. واليوم ووسط اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد بعد سلسلة من الإجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد وصفتها المعارضة بأنها ترسخ لمزيد من الديكتاتورية من خلال تجميع كل السلطات في يد الرئيس، وهو ما يرفضه سعيد جملة وتفصيلا، يعود التونسيون إلى شارع الثورة قلب العاصمة تونس شارع بورقيبة، على الرغم من أن سعيد حاول إلغاء ذكرى الثورة وربطه بتاريخ آخر في سردية جديدة قررها، وهو ما اعتبره الكثير من التونسيين التفافا على الثورة. الكثير من الأحزاب والنخب عارضت ذلك بشدة وقررت النزول في هذا اليوم بكل ثقلها إلى الشارع في رهان جديد للتأكيد على أن الدعم الشعبي لسعيد غير موجود، وأن أغلب الشارع التونسي يعارضه ويدعو إلى رحيله. جبهة الخلاص الوطني دعت التونسيين للنزول إلى شارع الثورة، كما فعلت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الخمسة، التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب والجمهوري، بدعوتها إلى الحضور بكثافة في نفس المكان، وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها الجبهة والأحزاب في مكان واحد. كذلك دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إلى الاحتجاج، كما دعت حركة النهضة التونسيين للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى الثورة لوضع حد لما وصفوه بمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطة ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية. في المقابل يحذر مساندو سعيد من الدعوات التي يرون أنها تسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة وحق الشعب في الاستقرار، ودعت مبادرة لينتصر الشعب التي تضم عددا من الداعمين لسعيد في بيان لها الخميس الماضي إلى اليقظة وتحويل ما وصفوها بالصعوبات الحالية إلى جسر متين لاستكمال المسار وإتمام بناء مؤسسة الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية بحسب البيان.